وينضم إلينا عبر الهاتف من تبوك مدير فرع مركز الأرصاد الوطني في الحدود الشمالية فرحان العنيزي. مساء الخير أستاذ فرحان، وأهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية أستاذ فرحان، موجة البرد التي ستضرب المملكة خلال الساعات القادمة قالوا عنها إنها الأقوى، تفضل. حياكم الله ونمسي عليكم وبالخير وعلى جميع الأخوة المشاهدين. أهلا بك. طبعا الأجواء تتأثر المملكة الآن بدخول كتلة قطبية باردة بدأت تأثيرها من صباح اليوم على المناطق في الشمال، تبوك والجوف والحدود الشمالية، صاحبا انخفاض درجات الحرارة. بالنسبة أن الكتلة الأقوى هي الأبرد خلال هذا الموسم في الشتاء، لم يسبق أن سجل درجات حرارة أقل من الموجة هذه في السابق. بالنسبة للأمطار، هطلت اليوم أمطار خفيفة على تلك المناطق، وكان هناك فيه هطول خفيف لبعض الثلوج على المرتفعات تبوك شمل على قان والظهر، ولا تزال الفرصة مهيئة للهطول خلال اليوم الأربعاء حتى صباح الخميس. نعم، طيب أستاذ فرحان، ما هي المدة المتوقعة لاستمرار الموجة الباردة، وما هي أكثر المناطق الأشد تأثرا من هذه الموجة؟ بالطبع أول المناطق المتأثرة هي المناطق الشمالية، منطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية، ثم تتأثر بقية المناطق، حائل، الرياض الشرقية وبقية مناطق المملكة مساء اليوم وصباح الغد حتى يوم الجمعة. يرافق هذا التأثير تدني في درجة حرارة، من المتوقع أن تصل الصغرى إلى ما دون الصفر في مناطق شمال المملكة. كذلك من المتوقع بإذن الله أن يصحبها نشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى عواصف غبارية على شمال ووسط المملكة، ومن ثم تمتد إلى مناطق جنوب وغرب المملكة يومي الخميس والجمعة. نعم، طيب نعم أستاذ فرحان، يعني درجات الحرارة ستصل إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة في المملكة، ما هي هذه المناطق؟ مناطق شمال المملكة يعني بين حائل والجوف، مناطق شرقية لتبوك، مرتفعات، كذلك منطقة حائل من المناطق المرشحة يعني تصل تحت إلى تحت الصفر، يعني إلى ما يقارب 4 إلى 3 درجات تحت الصفر بإذن الله. نعم، طيب هذه الموجة الباردة هل ستكون هناك موجة أخرى خلال فصل الشتاء؟ نعم، من المتوقع فصل الشتاء بقي منها تقريبا شهر ونصف، من المتوقع بإذن الله أن تكون هناك موجات مستقبلا بإذن الله خلال شهر فبراير شهر مارس. سابقا مناخيا سجلت موجات باردة في تلك المواسم أو تلك الأشهر. نعم، كان معنا من تبوك مدير فرع مركز الأرصاد الوطني في الحدود الشمالية فرحان العنيزي، شكرا جزيلا لك أستاذ فرحان.